وازيكم تاني يا شباب؟ وعاملين ايه؟ ومعانا في فيديوهات جديدة هنشرح فيها اوتوكاد ورسومات برضو 3D. تابعونا في الفيديو اللي جاي عشان تشوفوا هنعمل ايه. ورجعنا تاني يا شباب، معانا في الفيديو ده هنكون بنعمل حاجة جديدة شوية. في الفيديو ده احنا مش هنرسم رسمة زي ما احنا تعودنا، احنا هنكون بنعمل working drawing. طبعا احنا لسه مخلصين الرسمة دي من شوية، تمام؟ انا لسه مخلصها، دي قصدي لسه مخلصها، ما خدتش وقت، وهبتدي في الرسمه الوركينج دروينج. الوركينج دروينج عباره عن ايه؟ دلوقتي احنا خلصنا الرسمه بتاعتنا اللي هي دي، تمام؟ ما فيش اي خلاف ولا في اي حاجه، دي الرسمه بتاعتنا عادي، تمام؟ الرسمه بتاعتنا دي انا محتاج ان انا اعمل وركينج دروينج. طب الوركينج دروينج اساسا عباره عن ايه؟ الوركينج دروينج عباره عن ان انت هتمسك قطعه واحده من الشكل دي مثلا، وتبتدي ان انت تحطها في لاير لوحدها، او لاي اوت قصدي لوحدها مثلا لاي اوت 2، وتبتدي تشتغل عليها. هي دي الرسمه الوحيده اللي هتبقى موجوده عندك، تمام؟ هي هتعمل لها المساقط كلها، وهتعمل لها كل حاجه انت كنت بتعملها للرسمه الاصليه. بس هو لازم يكون طالب منك يقول لك انا عايز وركينج دروينج للرسمه دي، تمام؟ فمثلا احنا معانا دي هنعمل لها وركينج دروينج. طب ايه هو الوركينج دروينج؟ بيتكون من ايه اساسا؟ خلينا نعمل هنا زي خانة كده نكتب فيها بس عشان نعرف احنا مطلوب مننا ايه. اهو نقلب اللغة، نكبر الخط شوية. طب اول حاجة هطلبها منك الابعاد، تمام؟ الرسمة لازم تبقى ابعادها كلها سليمة وكاملة، يعني مفيش بعد يبقى ناقص عشان خاطر انت دلوقتي working drawing. فانا المفروض ابقى عارف منك الرسمه دي انا لو حبيت ارسمها ارسمها ازاي. يعني انا يعني مثلا انا واحد ما اعرفش الرسمه خالص، اول مره تعدي عليا، فانا طبيعي لو هرسمها فانا لازم تكون حاطط لي اول حاجه الابعاد، تمام؟ تاني حاجه محتاج الماده او الخامه، تمام؟ الخامه اللي هتصنع منها ايه؟ طب افرض الحاجة دي مثلا نحاس، افرض حديد، افرض نحاس اصفر، برونز، اي حاجة سواء كانت، لازم تكتب الخامة. وهيطلب منك قبل ده كله، تمام؟ يعني انت اول حاجة هتكون كاتبها فوق في الرسمة الاسم، طبعا انت المفروض تقول له دي الحاجة دي ايه بالظبط، يعني انا ما اعرفهاش. هتقول له السكيل بتاع الرسم او المقياس بتاع الرسم، تمام؟ و بس كده، اظنش انك هتحتاج حاجه تاني تحطها فيها، تمام؟ فالابعاد احنا عملناها قبل كده، تمام؟ كل اللي انت هتروح هتعمله انت هتروح على قائمه انوتيت زي ما قلنا الدايمنشنز، وتبتدي تحط الابعاد بتاعتك، تمام؟ دي طبعا هي مش تيجي معانا 33 بالظبط زي الرسمه اللي فاتت، لان هي كانت فيها نوع يعني يعني في حته هتتقطع، فمش تمام معاها 33 بالظبط. 33 دي هتكون اعلى سنه صغيره بس، تمام؟ فممكن ارفع دي كده، لان هي مش تمام معانا. 3 و 8 6، فاول حاجه هيبقى طالبها منك الابعاد زي ما احنا تعودنا عليها، تمام؟ فالابعاد انت مثلا تبتدي تحط الابعاد بتاعت اي حته في الرسمه. مثلا هنا هنحط الدايمتر على دي اهي، نقول له ان دي دايمتر 6. هنقول له مثلا انا عندي الابعاد اللي هو كان حاططها لي في الرسمه، بقى نرجع لها عشان نعرف احنا نعمل ايه. هو هنا مثلا حاطط دي 33، تمام؟ هي عمرها ما تكمل 33 مبدئيا، بس بعد كده طالب العرض ده، بس ده مش موجود معايا في المنظور اللي انا شايفه. هروح للمنظور التاني، دايمنشنز من هنا لهنا، المفروض ده 18، تمام؟ و ده من اول هنا لغاية هنا 20، اللي هو R20 يعني 40 المفروض بقى،
لو في حاجة لقيت الأبعاد يعني عاملة معاك حاجة غريبة كده، تمام، فأنت ممكن يعني استثمارا لوقتك، لأن أنت ساعات ممكن يجيلك الأبعاد حاجة مش مضمونة، يعني أنت مش ضامنها، فأنت مجرد بس هتغير الأبعاد دي تخليها بالرقم اللي أنت شايفه. تمام، اهي، وتبتدي تحط بقية الأبعاد من هنا، دي مثلا من هنا لهنا كانت 85، من هنا لهنا 105. تمام، كان مثلا ده قايل لك عليه ار 22.5 هنا، وده قال عليه ار 15 من هنا، وكان قايل لك مثلا برضو ده ار 9، خليه بره يعني، ده برضو خليه بره. تمام، ونحط بقية الأبعاد، مثلا عندنا الدايمنشنز من أول هنا لغاية فوق كان قايل لي 86، هي طبعا مش هتكمل معاك 86 والأبعاد هتبقى مش مظبوطة لسبب صغير، بس ان هو انت الجزئية اللي احنا قاطعينها من فوق هنا، يعني لما جينا قطعنا مستطيل في الشكل اللي فات، فده بيقطع لك حتة من فوق، فطبيعي دي مش تبقى 86، فاحنا مجرد بس هنكتب هنا 86. تمام، عشان خاطر بس نعرفه الأطوال بتاعتنا، اهي 86 هقسمها على الاتنين، اهي كده. وخلي بالك ان انت ما تخليش الابعاد كلها في رسمة واحدة، يعني حاول حاول تحافظ على الحكاية دي. تمام، بعد كده هنعمل ايه؟ وبعد كده خلاص تقريبا هو حاول بس ان انت تنظم الابعاد بتاعتك، ما تخليهمش كلهم في مسقط واحد عشان خاطر ما يبقاش شكلها سخيف يعني. تمام، هنحول دي العادي. تمام، واخر حاجه هنضطر ان احنا نعملها ان احنا نعمل الجدول اللي هيكون فيه الحاجات الباقيه دي، الخامه والاسم والمقياس. فهنروح عند قائمة انوتيت. تمام، في عندنا هنا راحت فين تيبل، هنعمل تيبل، وهنا بيقول لي انا عايز عدد الكولومز وعايز الروز. تمام، فانا مثلا اللي هعمل الحاجات اللي انا مضطر ان انا اعملها هتكون الخامة والاسم والمقياس. تمام، اللي هو هيكون مثلا 3 في 2، يعني انا عندي محتاج 3 اعمدة، والداتا رو محتاج 2. تمام، المفروض ان هو الجدول بيبقى يعني شكله مش غريب شوية، بس هو الشكل بتاع الجدول في البتاع ده بالذات في الكاد بيبقى حاجة يعني ما تضمنهاش كده. فاحنا هنبتدي نعمل اول حاجة خالص، عملوا لنا 3 في 3 اساسا، ما اعرفش ليه. هنهمل الحاجات اللي احنا مش عايزينها عادي. اول حاجة خالص هعمل له هنا الاسم او نيم، بارت نيم. تمام، طبعا ينفع نوسع الاجزاء دي. تمام، بعد كده هنا هنعمل ماتيريال، تمام، اخر حاجة السكيل. ونخلي بالنا من حاجة، الجدول بتاعك لازم يكون جوه الخطوط اللي موجودة هنا دي. تمام، هتقولي ليه؟ هقولك عشان خاطر ده بيكون اخر الرسمة بتاعتك، لو انت طلعته بره وجيت تطبع بعد كده مثلا في الميدتيرم او كده وهتلاقيها مش موجودة معاك. فانت اول حاجة تعمل بارت نيم، مثلا هو يقولك ان دي اسمها بيس. تمام، الماتيريال هو يقولك ماتيريال ايه، يقولك الحامل اللي هو البيس نمبر 1 ميد اوف ستيل 27. تمام، هو هنا حتى كمان 37 قصدي، فهو هنا كمان برضو كاتب ستيل 37. تمام،
ف نكتب هنا اس تي ثانية 3 7. طب نخلي بالنا ان احنا ننقل الاسم بالظبط، اس تي 37، اس تي 37. اخر حاجة خالص السكيل، انت محتاج بس تشوف السكيل اللي انت كنت عامله في الرسمة هنا. هتحدد اي مسقط وتدوس edit view، تمام. هتشوف هنا السكيل عندك 1 لـ 2، تمام. واخر حاجة هنخليه 1 لـ 2، 1 إلى 2، تمام. لو لقيت الشكل بيعمل، يعني لو لقيت الجدول بيعمل معاك حاجات غريبة، يعني هو المفروض ان هو ميعملهاش، هتلاقي 1 لـ 2 دي مثلا بتتحول لحاجات تانية. فاللي انت المفروض تعمله ان انت هتحط بدل الكولوم ده هتحط السيمي كولوم اللي هي دي، تمام. وبعد كده تروح دايس انتر، تقيل له اوكي، وبعد كده تروح معدل عليها تاني ومتخليها 1 لـ 2 كده، عشان لو انت سبتها كده هو بيفتكرها ساعة وبيخليها لك فيها اصفار اللي هي بتاعت الساعات والثواني والدقايق والحاجات دي، تمام. وكده نبقى خلصنا ال working drawing. طبعا دي انت مش هتخليها، تمام، وتبقى الرسمة كده خلصت معانا. هنا لو حابب تكتب اي تفاصيل زيادة مثلا عن الرسمة بتاعتك او كده، او لو مش محتاجها ملهاش لازمة، وتبقى كده الرسمة خلصت معانا. لو انت عايز تشيل الحاجات الزيادة دي، انت ممكن مثلا ان انت تروح على هوم، تعمل لها اكسبلود، تمام، وتشيل الخطوط اللي مش عاجباك دي كلها. مش عاجباني ده، مش عاجبني ده، وتدلت دول، تمام، وناخد دول موف. طبعا انا كده فرقتهم عن بعض، خليتهم مش جداول، هو جدول باين قدامي ان هو جدول، بس هو مش هيتعامل مع عملية الجدول، تمام. وتبقى كده الرسمة خلصت معانا، تمام. اتمنى تكون عجبتكم ان شاء الله، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.